بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هكمل برضو معاكم الوصفات اللي هي بالنسبة للملح، اللي هي بتخص الملح في جمالك، في بشرتك. دي كده رابع وصفة كده معايا النهاردة حبايبي، وإن شاء الله الوصفة النهاردة هتنال إعجابكم. الوصفة النهاردة هتبقى جلسة استرخاء كده هوت بأقل التكاليف، ممكن اللي انت هتعمليها في بيتك بكل سهولة، وهتخلصك من تعب اليوم كله وأي مجهود انت حاسة بيه. الوصفة بقى معايا النهاردة هنحتاج فيها الايه؟ أول حاجة هتحتاجي كمية الملح، 1/3 كوباية من الملح، وهتحتاجي المية اللي انت يعني هتقعدي فيها كده اهوت، هتملي البانيو كمية مية مناسبة اللي انت هتقعدي ايه فيه. هتضيفي عليها 1/3 كوباية من الملح، وبعد كده بتقلبيهم مع بعض كويس لحد الملح ما بيدوق. وبعد كده بتبدأي اللي انت بتقعدي بقى في المية الملح ديت، ما عدا طبعا ما تجيبيش المية ديت على شعرك، هي بس جسمك بس لحد رقبتك كده وخلاص، يعني تغطي جسمك كله لحد رقبتك. بتجلسي بقى يعني بتدي بقى قاعدة في قلب المية ديت لمدة ايه، نص ساعة كده اهوت حبيبتي. وبعدين المعادن كمان الموجودة في قلب الملح هتضمن لك الحصول على يعني على جلسة استرخاء منزلية من الدرجة الأولى بأقل التكاليف. وبعد النص ساعة يعني انت هتحسي ان جسمك ارتاح، هتحسي كمان في حاجة كمان اقول لكم عليها، ان المية بتبقى دافية، يعني دافية خالص يعني مش سخنة، عشان تديكي نتيجة كويسة. يعني هتحسي ان جسمك التعب اللي في جسمك كله يعني هتلاقيه اللي هو اختفى ان شاء الله. ويعني جلسة الاسترخاء ديت ممكن تعمليها مرتين في الاسبوع على حسب ما انت عايزة، يعني على حسب لو انت حاسه بمجهود في جسمك ممكن تعمليها في اي وقت. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون نال اعجابكم. ودي كده كانت رابع وصفه كده معايا النهارده، جلسه استرخاء اقل التكاليف في بيتك وتخلصك من تعب اليوم كله. وان شاء الله كده بقى ايه، انتظروني حبايبي في الفيديو اللي جاي، هيبقى برضو هتبقى ماسك كده هوت للماسك لبشرتك باستخدام برضو الملح والعسل. والوصفة برضو جميلة جدا، الوصفة اللي جاية ان شاء الله هسجلها لكم في الفيديو اللي جاي، وهقول لكم برضو الوصفات اللي انا قدمتها لكم برضو في الفيديوهات اللي فاتت. اول حاجة حبايبي معايا كان باستخدام الملح برضو، كان وصفة برضو لتنظيف الاظافر من اي اصفرار فيها او اي وسخة، وبتفتح لون الاصفرار، يعني وصفة جميلة جدا لتنظيف الاظافر. دي كانت اول حاجة. تاني حاجة معايا كنت برضو مقدمة لكم وصفة لتبييض الاسنان باستخدام الملح وكربوناته، كربونات الصوديو، بيديكي بياض جميل جدا لاسنانك. وكانت تالت حاجة معايا ازاي تتخلصي من اي قشرة موجودة في شعرك، كان باستخدام الملح برضو، وكانت الوصفة جميلة جدا. ورابع حاجة معايا النهاردة اللي هي كانت جلسة استرخاء بأقل التكاليف، وان شاء الله بقى تنتظريني الفيديو اللي جاي ان شاء الله، عشان بس انا بحبتش ان انا اعمل كل الوصفات دي في فيديو واحد واقولها لكم، لانها هتاخد مني وقت كتير يعني. فانا حبيت ان انا اقدمها لكم كده على فيديوهات كده اهوت، وان شاء الله كده انتوا تتابعوا الفيديوهات وهتنال اعجابكم ان شاء الله، وهتلاقوني حاطه لكم برده في اخر الفيديو، هتلاقوها موجود الفيديوهات اللي انا سجلتها قبل كده. اتمنى حبايبي لو الوصفه النهارده تكون نالت اعجابكم، ولو عجبتكم فعلا يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت اللي انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. كان معكم حنان الوراقي، منى وفتحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.